وعالم الشعراء، مهرجان الشعراء المغاربة فهو شيء كيشرفنا وكيشرف مدينة تطوان أكيد، وغيشرفني أنني نكون حاضرة معهم أكيد. قريب إن شاء الله غادي يسمعوا جديد، وهذه المرة جديد شاب يعني من الشبان، حاولنا نعطيو فرصة للشباب. الحمد لله. الحمد لله، هذا من فضل الله طبعا، يعني محبة الناس هو الشيء المبتغى، يعني هو الشيء اللي كنطلبوا انا دائما، ومادام بعد هذا التاريخ ما بعد يعني اكثر من 30 سنه ومازال الجمهور كينتظرني بهذه الحفاوه، فاكيد شيء كيفرحني، طبعا شيء كيفرح الجميع. الله كيفرحك فنانه ومطربه مغربيه اصيله اللي كنحبوها، يعني شنو كيمثل لك الشعر بالنسبه لك كفنان؟ طبعا الشعر بالاخص بالنسبه لنا احنا كفنانين، الا كان الشعر موزون فهو اكيد كيوصل للقلب وكيوصل لاي فنان، يعني في الميدان الفني اكيد عنده واحد الحس الشعر، لان انا بالنسبه لي كمطربه او كمغنيه فاول شيء كنحث عليه هو الكلام، فكيبقى هالكلام درجه او كلام عربي فصحى، فهذا كيرجع طبعا لاختياري انا بالنسبه للاغاني، انما بالنسبه مثلا مهرجان الشعر ديال اليوم فهو شامل، يعني فيه عده ثقافات في الشعر، والشعر كيمثل لي طبعا انا بالنسبه لي كفنانه كيمثل لي ثقافتي كفنانه. تطوان غزاله ومليها غزلان، وكنفرح دائما ملي كنجي وكنشوف تطوان دائما رغم الازمات، رغم الازمه اللي دوزنا كورونا ورغم الازمات اللي تدوز في هذه المنطقه الشمال، تطوان دائما في التقدم، هذا طبعا الفضل كيرجع لله سبحانه وتعالى ومن بعده لصاحب جلاله النصر والله محمد السادس، ونتمنى ان شاء الله لتطوان انها ما تزهرش فقط في الصيف، لان انا جيت كنجي في الصيف وكنجي دابا كنشوف شويه واحد، نتمنى ان يكون نشاطات كثيره في تطوان باش يكون تطوان صيف وتطوان شتاء ان شاء الله بحول الله.